السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم اختبار عملي لمادة التقنية الرقمية للصف الأول والثاني المسارات. في القناة موجود العديد من الملخصات والاختبارات لمادة التقنية الرقمية للصف الأول والثاني وكذلك بقية المواد. برنامج سيكربوز برنامج نشر مكتبي مجاني ومفتوح المصدر مصمم لتخطيط والطباعة وإعداد الملفات. كيف أنشئ ملف ببرنامج سيكربوز؟ من علامة التبويب اذهب إلى ملف ثم اضغط على كلمة جديد أو نيو. لإنشاء فاتورة بيع يجب توفر ثلاث عناصر رئيسية هي شعار الشركة التجارية، عنوان النموذج، الخطوط والقواعد. كيف يتم استيراد صورة متجهة من سيكربوز؟ من خلال تبويب ملف فايل ثم حدد استيراد إمبورت. من أي قائمة يتم إدراج نص وجداول وأشكال؟ من علامة التبويب إنسيرت. لتعديل خلايا الجدول من خلال تبويب نوافذ ويندوز حدد خصائص بروبوتايز. ما هو برنامج سيسكو؟ هو أداة محاكاة ونمذجة للشبكة وتسمح ببناء شبكة حاسب واختيار تصميمات. لتغيير أسماء الأجهزة في برنامج سيسكو اضغط على أيقونة الجهاز ومن النافذة الظاهرة اضغط على علامة تبويب تكوين config. كيف أتحقق من عنوان الاي بي نافذة موجه الأوامر؟ اكتب الأمر اي بي config. لتثبيت ملحقات الجهاز السحابي اضغط على أيقونة انترنت ثم بعد ذلك علامة تبويب فعلي. لإعداد خادم ويب اضغط على أيقونة خادم cisco.com ثم اضغط على علامة تبويب الخدمات سيرفيس ثم اضغط على DHCP. للتحقق من إمكانية اتصال أحد الأجهزة من الإنترنت اضغط على أيقونة الجهاز التي تريد التحقق منه ثم في النافذة التي تظهر اضغط على علامة تبويب سطح المكتب ديسكتوب ثم اضغط على Command Prompt. من نافذة Command Prompt ثم اضغط على الأمر Ping. لتثبيت ملحقات الجهاز السحابي اضغط على أيقونة الإنترنت ثم اضغط على عالم التبويب فعلي. الدوال في البرمجة الدالة on forever تنفذ الدالة جزء من الكود بشكل لا نهائي. on button press عندما يتم الضغط على زر microbit وتحريره. on gesture شيك لتنفيذ جزء من الكود من خلال الميكروبيت. كيف يتم استدعاء المتغيرات العامة؟ من الأمر العام Global يمكن العثور على المعادلات الرياضية في مايكروسوفت مايكود من فئة ماث. التكرارات while for يكون عدد التكرارات التي يتعين إجزاؤها محددة وتستعمل للحصول على نتيجة محددة، وايل يكون عدد التكرارات غير محدد. في النهاية أتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.